وينضم إلينا عزام الخطيب مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. أنا بك سيد الخطيب، ويعني ما هو تعليقكم على هذا القرار المحكمة الإسرائيلية؟ شكرا أخي الكريم. يعني الأمور تسير في منحى خطير في المسجد الأقصى المبارك نتيجة هذا القرار الإسرائيلي. هذا قرار خطير جدا. طبعا نحن لا نعترف بهذه القرارات التي تمس المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك للمسلمين جميعا بمساحته المعروفة 144 درهم. طبعا نحن ننظر إلى هذا الوضع الخطير والذي تتحمل تبعاته حكومة إسرائيل بخطورة بالغة. هذا يمس عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم. هناك لعب بالنار في المسجد الأقصى المبارك يجب أن يتوقف من قبل الجهات اليمينية الإسرائيلية المتطرفة. حذرنا ونحذر مرارا وتكرارا بأن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك سيكون له انعكاسات خطيرة في كافة أنحاء العالم وليس فقط هنا في مدينة القدس. لذلك هذه القرارات التي تصدر نطالب أولا وأخيرا عدم التعاطي معها من قبل الشرطة الإسرائيلية، وعدم إدخال المتطرفين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأن إدخالهم بهذه الطريقة واقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك هو أيضا مساس بالمسجد الأقصى المبارك. هذا موقفنا نحن في دائرة الأوقاف وموقف المسلمين جميعا، وفيه أيضا اعتداء على وصاية جلالة الملك، وهذا شيء لا يمكن أن يقبل به جلالة الملك شخصيا. في الشهر الماضي كانت هناك تجاوزات خطيرة في المسجد الأقصى المبارك، كان هناك بعض الصلوات التلمودية العلنية، كان هناك انبطاح على الأرض، كان هناك أشياء أخرى مرت فيها جماعية كانت تسير في المسجد الأقصى من قبل المتطرفين. نعم سيد عزام، يعني البداية كانت بالسماح باقتحام المتطرفين لساحات الأقصى دون السماح بالصلاة، اليوم يعني يأتي السماح لهم بالصلاة أيضا. ماذا سيغير هذا القرار القضائي في الوضع القائم في المسجد الأقصى؟ أخي الكريم، هذا تغيير للوضع الديني في المسجد الأقصى المبارك. كما قلت لك، المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم، لا يقبل القسمة ولا الشراكة. المسجد الأقصى جزء من عقيدة مسلمين العالم كلها، وهو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا في اعتداء على بالتالي هل على تفسر عقيدة كل مسلم. هل تفسر هذه الخطوة على أنها تمهيد لتقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى؟ أنا أسأل الله أن لا يتم ذلك وأن لا يكون ذلك، ولن يسمح لأهل القدس ولا أهل فلسطين ولا المسلمين في العالم بأن يمس المسجد الأقصى المبارك. كما قلت لك، نحن دائما نحذر ونحذر ونحذر من التلاعب في المسجد الأقصى المبارك، والكل يعرف بأن المسجد الأقصى هو موقع السلام في مدينة القدس، وموقع لا سمح الله أن تحدث أمور لا تحمد عقباها إذا لا سمح الله تم المساس فيه. نعم، كيف من الممكن مجابهة هذا القرار دوليا اليوم، سيما في ظل الإدانات الدولية له؟ أخي الكريم، أعتقد أنه الواجب الآن الكل أن يتحرك لإدانة هذا القرار، وأولهم صاحب الوصاية صاحب الجلالة الذي هو حامي هذه المقدسات، وهنا أهل القدس أيضا سيكونوا أيضا مع جلالة الملك في هذا القرار في ردع أي إجراء إسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا جميع المسلمين عليهم مسؤولية في هذا العالم. دول العالم الإسلامية في العالم عليها واجب أيضا في وقف هذه الاستنزاف الذي يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ودعم موقف جلالة الملك في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عزام الخطيب مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، تحدثت إلينا من مدينة القدس.